بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر المرسلين. ثم أما بعد، فما زلنا في فتح الأحكام، شرح عمدة الأحكام، والحديث 19 بعد 100، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، أو نقول عنهم جميعا، عن عبد الله بن عمرو، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، يعني عن عبد الله وعمر بن العاص وأبي بكر الصديق، أنه قال لرسول الله، يعني قال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا من أحسن الاستغفار، أنه يبدأ باعتراف العبد بذنوبه. وكان في سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فاشتمل على اعتراف العبد بذنوبه، أبوء أي أعترف، واشتمل على اعتراف العبد بنعم الله عز وجل وطلب المغفرة من الله عز وجل. فكان هذا سيد الاستغفار لاشتمال على ذلك. وهنا أيضا الدعاء يشتمل على اعتراف العبد بذنوبه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، والاعتراف لله عز وجل بأنه يغفر الذنوب، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. راوي الحديث سبق التعريف بعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. أما أبو بكر الصديق فاسمه عبد الله بن عثمان القرشي، وقيل عتيق، طبعا أبو بكر كنية، فاسمه عبد الله بن عثمان وقيل عتيق. وأمه أم الخير سلمى، أسلم أبواه، كان أول الناس إسلاما. طبعا أبو بكر كل بيته أسلم، يعني أبوه وأمه وإخواته وأولاده، بيت مبارك. أسلم أبواه، كان أول الناس إسلاما من الرجال. وولي الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 26 شهرا، يعني سنتين وشهرين، 26 شهرا، لأنه كان يعني ومات عن 63 سنة، وتوفي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وشهرين. فهذا هو الفرق، يعني فهو كان لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدو نشاب، يعني ما كانش الشيب فيه كما في أبو بكر. فكما يقول الرواة: وكان أبو بكر شيخ يعرف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر منه، ولكن كثرة البياض في شعر أبي بكر، وكان يشتغل بالتجارة ويذهب للشام ويأتي، فيقولون، فالناس كانوا يظنون حتى أن أبو بكر هو النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعني يسلمون يعني عليه ويظنون أنه هو الرسول. فلما يعني أتت يعني حر الشمس، فوجد أبو بكر يظلل النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفوا أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني كان يبدو كأنه أكبر منه سنا. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 140 حديثا، توفي سنة 13 عن 63 سنة، ودفن بالحجرة النبوية. يقول: وهذا الدعاء من أحسن الأدعية: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. حاول أن أحفظ يعني هذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يقول: هذا الدعاء من أحسن الأدعية، ففيه الاعتراف بالذنوب والثناء على الله عز وجل بأنه لا يغفر الذنوب إلا هو، ثم طلب المغفرة والرحمة، وختم أيضا بالتوسل بأسماء الله عز وجل، لأنه قال: إنك أنت الغفور الرحيم، أي كأنه قال: يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني. قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث يقتضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة، لأن قال بيقول له: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال: قل،
وكما قلنا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة خطاب لكل الأمة، وظاهر الأمر الوجوب. فكأن لو أخذنا هذا الحديث يعني وحده، إذا لم تكن هناك قرائن تصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب، فنقول يعني واجب على كل عبد أن يدعو بهذا الدعاء في الصلاة. فيقول هذا الحديث يقتضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين لمحله، ولو فعل فيه حيث لا يكره الدعاء في أي الأماكن جاز، أماكن التي يجوز فيها الدعاء. ولعل الأولى أن يكون في أحد موطنين، إما السجود، لأن السجود أولى مكان للدعاء، الإنسان بجبهته في الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أي جدير أن يستجاب لكم. فيقولون أولى الأماكن بهذا الدعاء أو بالدعاء عموما هو السجود، أن الإنسان لو سمح له بالدخول على الملك والقرب من الملك فيكون هذا موطن الطلب وقت الطلب، أما يكون قريب من الملك لا ينتظر حتى ينصرف أو لا يطلب هو قبل أن يؤذن له بالدخول على الملك، فهذا أولى الأماكن بهذا الدعاء. وكثير من العلماء قالوا بأن موطن هذا الدعاء هو السجود. الموطن الثاني من مواطن الدعاء في الصلاة بعد التشهد، يعني قبل التسليم، فإنهما الموضعان اللذان أمرنا فيهما بالدعاء. قال عليه الصلاة والسلام وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، وقال في التشهد ثم يتخير من المسألة ما شاء، أخرجه مسلم، والأول أيضا أخرجه مسلم. ولعله يترجح كونه فيهما بعد التشهد وظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص في هذا المحل. قال الصنعاني هذا الترجيح معارض بالأمر بالدعاء في السجود، ومؤكد بقوله فاجتهدوا وبقوله فقمن فيه إجابة الدعاء، أخرجه مسلم، وقوله أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فأكثر الدعاء. الحاصل أن بعض العلماء يقول أنه بعد التشهد أولى، وبعضهم يقول في السجود أولى. طبعا السجود يعني أهم موطن للدعاء كما بينا، والأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وآله وسلم في السجود كثيرة واسعة، وحينئذ فلا حرج من الدعاء في الموطنين، لأن الحديث هذا ليس فيه ذكر للموطن، يعني قال أدعو به في صلاتي، ما عين أي مكان في الصلاة، ولكن كما قلنا أن السجود هو يعني أولى الأماكن بالدعاء أو أولى الهيئات بالدعاء، ولكن لو دعا في بعد التشهد فأيضا جائز. قال فكاني وذكر ابن القيم في الهدي اللي هو زاد المعاد أن المواضع التي كان يدعو صلى الله عليه وسلم فيها في الصلاة سبعة مواطن، الأول بعد تكبيرة الإحرام، بس هو كان يدعو دعاء الاستفتاح، والثاني قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة، وده موطن أيضا للقنوط، يعني ممكن يقنط الإمام قبل الركوع بعد ما ينتهي من القراءة يقنط يدعو ثم يركع، وبعد الاعتدال من الركوع بعد ما يقول سمع الله لمن حمده بالنسبة للإمام أو المنفرد، أو ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، ثم يدعو. الرابع في حال السجود، في حال الركوع، الركوع أيضا موطن للدعاء، ولكن الأولى المواطن السجود، ولكن ليس مع ذلك أن الركوع لا يدعى فيه. الخامس في السجود، السادس بين السجدتين، وفي دعاء بيكرر يعني في كل هذه المواطن، ربي اغفر لي ربي اغفر لي، الإنسان بيدعو بين السجدتين ربي اغفر لي، وفي السجود وفي الركوع وبعد رفع من الركوع، السابع بعد التشهد وقبل السلام. قال ابن الملقن فيه دليل على أن الإنسان لا يعرى من ذنب وتقصير، كما قال عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا، وذلك يعني قال سجدوا وقاربوا، وقال أمنت الله ثم استقم. فدائما إن الإنسان يعني يحاول الاستقامة، ومهما حاول الاستقامة لن يكون 100%، ولكن لابد أن يكون هناك تقصير، ولابد أن تعتريه ذنوب. استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تستطيعوا أن تستقيموا يعني 100%، فقاربوا يعني من الإيمان السداد. يقول فيه دليل على أن الإنسان لا يعرى من ذنب وتقصير، كما قال عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا، وقال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، هذا أخرجه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله. ولو كان ثم حالة، يعني هناك حالة
يعرى عن الظلم والتقصير لما طابق هذا الإخبار الواقع ولم يؤمر به، فيؤخذ منه الاعتراف بظلم النفس وتقصيرها في كل حالة، ثم إن التقصير في طلب معالي الأمور يقول ثم إن التقصير في طلب معالي الأمور والتوسل بطاعة الله وتقوى إلى رفيع الدرجات عند الله تعالى لا يبعد أن يصدق عليه اسم الظلم بالنسبة لما يقابله من المبالغة والتشمير في ذلك. لأن هذا الكلام يقول أبو بكر الصديق اللي هو اللي كان يحتاج أن يضع حصاء في فيه وهو داخل الخلاء تذكره أنه لا يذكر الله عز وجل وهو في الخلاء، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فمهما اجتهد الإنسان في الطاعة والعبادة ومهما كان على أحوال إيمانية عالية فلا بد أن يحدث منه تقصير يعني في الطاعات ونوع من ظلم النفس. يقول فيؤخذ منه الاعتراف بظلم النفس وتقصيرها في كل حالة، ثم إن التقصير في طلب معالي الأمور والتوسل بطاعة الله وتقوى إلى رفيع الدرجات عند الله تعالى لا يبعد أن يصدق عليه اسم الظلم بالنسبة لما يقابله من المبالغة والتشمير في ذلك. قال الحافظ قوله مغفرة من عندك، قال الطيبي دل التنكير على المطلوب غفران عظيم، يعني كأنه يقول النكر هنا للتعظيم، مغفرة من عندك غفران عظيم لا يدرك كنهه ووصفه بأنه من عنده سبحانه وتعالى، مدام من عند الله سوف يكون عظيما لأن عطاء العظيم لابد أن يكون عظيما مزيدا لذلك العظم، لأن الذي يكون من عند الله لا يحيط به وصف. قال ابن دقيق العيد فيه وجهان، أحدهما أن يكون إشارة إلى التوحيد المذكور كأنه قال لا يفعل هذا إلا أنت فافعله أنت، يعني هذه المغفرة لا تكون إلا من الله. والثاني هو الأحسن أن يكون إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بها من عند الله تعالى لا يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن ولا غيره، فهي رحمة من عند الله بهذا التفسير. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والحسنة بمعنى النعمة والسيئة بمعنى المصيبة، فالحسنة تكون محض فضل من الله عز وجل، ولكن المصيبة لابد أن يقدم لها العبد. فكأنه هنا يقول يعني مغفرة من عندك يعني تتفضل بها علي وإن كنت لا أستحق هذه المغفرة. يقول فهي رحمة من عنده بهذا التفسير ليس العبد فيها سبب، وهذا تبرؤ من الأسباب والإدلال بالأعمال، إنه كأن يقول يعني أعطيني مغفرة لأني أجتهد يعني في طاعتك ما استطعت وأدعو إليك فأعطيني مغفرة من عندك، ولكن قال من عندك يعني محض فضل، والاعتقاد في كونها موجبة للثواب وجوبا عقليا. قال الصنعاني قوله وجوبا عقليا يشير إلى إبطال ما عليه المعتزلة من وجوب الثواب عقلا. المعتزلة هم العقلانيين اللي بيقدموا المعقول على المنقول ويلزمون الله عز وجل بأشياء، يقولون مثلا جنة والنار لم تخلق لأن تكون فارغة ويكون هذا نوع من العبث، فيحكمون على النصوص بالعقول الناقصة القاصرة. الحديث 20 بعد 100 عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح، سورة الفتح، إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا دعاء أيضا يقال في الركوع والسجود، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قال النووي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام البديع في الجزالة المستوفي ما أمر به في الآية، لأن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يقول فكان يختارها لأداء هذا الواجب الذي أمر به ليكون أكمل. يقول قال أهل اللغة وغيرهم
التسبيح التنزيه. سبحان الله تنزيه الله جل عن كل النقص والعيب. وقوله سبحان الله منصوب على المصدر، يقال سبحت تسبيحا وسبحانا، فسبحان الله معناه براءة وتنزيها له من كل نقص وصفة للمحدث. قال وبحمدك، أي وبحمدك سبحتك، ومعناه بتوفيقك لي وهدايتك وفضلك علي سبحتك، لا بحولي وقوتي. ففيه شكر الله تعالى على هذه النعمة والاعتراف يعني بها والتفويض إلى الله تعالى، وأن كل الأفعال له والله أعلم. وقال ابن دقيق العيد في حديث عائشة الأول سؤال، وهو أن لفظ إذا تقتضي الاستقبال وعدم حصول الشرط حينئذ، وقول عائشة ما صلى صلاة بعد أن نزلت إذا جاء نصر الله والفتح يقتضي تعجيل هذا القول لقرب الصلاة الأولى التي هي عقيب نزول الآية من النزول، والفتح أي فتح مكة ودخول الناس أفواجا يحتاج إلى مدة أوسع من الوقت الذي بين نزول الآية والصلاة الأولى يعني بعده. وقول عائشة يتأول القرآن، يتأول أنه يفعل ما أمر به في القرآن، قد يشعر بأنه يفعل ما أمر به فيه، فإن كان الفتح ودخول الناس أفواجا حاصلا عند نزول الآية فكيف يقال فيها إذا جاء؟ أنه مختلف يعني في نزول سورة النصر، بعضهم يقول نزلت قبل فتح مكة وكانت هذه علامة يعني بين الله عز وجل وبين نبيه يعني على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وقول آخر أنها نزلت يعني في ثاني أيام التشريق في حجة الوداع. طبعا حجة الوداع كان في السنة العاشرة من الهجرة قبل وفاة النبوية بثلاثة أشهر تقريبا، فيكون هنا إشكال يعني كيف يقول إذا جاء رسول الله والنص فعلا أتى، والنص كان في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان فتح مكة، وحجة الوداع كان في السنة العاشرة. يقول وقول عائشة يتأول القرآن قد يشعر بأنه يفعل ما أمر به فيه، فإذا كان الفتح ودخول الناس أفواجا حاصلا عند نزول الآية فكيف يقال فيها إذا، وإن لم يكن حاصلا فكيف يكون القول امتثالا للأمر الوارد بذلك ولم يوجد شرط الأمر به. وجوابه أن نختار أنه يكون حاصلا على مقتضى اللفظ، يعني بغض النظر عن إيه أن متى نزلت السورة، يعني هل قبل الفتح أو بعد الفتح. لو قلنا أن هي السورة نزلت قبل الفتح والنبي صلى الله عليه وسلم بادر بهذا الكلام يعني بعد أول صلاة بعد نزول السورة، والسورة تقول إذا جاء نصر الله والفتح، والسورة نزلت قبل الفتح، فكيف قال هذا الكلام قبل فتح مكة ولم يتحقق ما أمر يعني به في الوقت الذي أمر به فيه؟ يقول قد بادر إلى فعل ما أمر به قبل وقوع الزمن الذي تعلق به الأمر فيه، إذ ذلك عبادة وطاعة لا تختص بوقت معين، زي مثلا أمر بالاستغفار فهو يستغفر، يعني مش شرط أنه إيه لما يجي الفتح استغفر، فهو تبقى عبادة موظفة عبادة يعني مطلقة، وبيستغفر ويسبح الله عز وجل يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يعني قبل أن يأتي الفتح، على سبيل أن ده دعاء يعني وذكر مطلق، كما أنك يمكن أن تستغفر وتسبح وتحمد في أي وقت، ولكن في أذكار موظفة بعد الصلوات مثلا التسبيح والتحميد والتكبير قبل النوم، فهذه موظفة بوقت معين. فكان يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل الفتح من باب العبادة المطلقة، ثم لما يتحقق النصر والفتح يعني صلت موظفة، فيكون في البداية على سبيل النافلة يعني ما فعله قبل يعني أن يتحقق الفتح على سبيل النافلة، وبعد أن تحقق الفتح على سبيل الواجب الحتم والإلزام، لأن الله جل أمره بذلك، يعني إذا فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا فعليه أن يكثر من هذا الذكر. يقول وقد بادر إلى فعل ما أمر به قبل وقوع الزمن الذي تعلق به الأمر فيه، إذ ذلك عبادة وطاعة لا تختص بوقت معين، فإذا وقع الشرط كان الواقع من هذا القول بعد وقوعه واقعا على حسب الامتثال، وقبل وقوع الشرط واقعا على حسب التبرع يعني النافلة. وليس في قول عائشة يتأول القرآن ما يقتضي، ولا بد أن يكون جميع قوله صلى الله عليه وسلم واقعا على جهة الامتثال المأمور حتى يكون دلا على وقوع الشرط، بل مقتضاه أنه يفعل تأويل القرآن وما دل عليه لفظه فقط، وجاز أن يكون بعض هذا القول فعلا طاعة مبتدأة وبعضه امتثالا للأمر والله أعلم.
وقال الإمام الصنعاني وقد أخرج ابن جرير عن عطاء بن يسار قال نزلت سورة إذا جاء نصر الله والفتح كلها بالمدينة. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبزار وأبو يعلى وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عمر قال نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق بمنى وفي حجة الوداع. والحديث عن الصحابة تفيد أنها نزلت عليه هذه السورة بعد الفتح، يعني كانوا يقول من حيث الواقع ومعرفة يعني زمن النزول أنها نزلت فعلا بعد فتح مكة. وكأن الله عز وجل يقول النبي قد تم الفتح وقد دخل الناس في دين الله أفواجا فيستعد للقاء الله عز وجل. يرد أيضا هنا إشكال وهو استعمال إذا للماضي، السورة تقول إذا جاء وفعلا جاء النص، ولكن لغة العرب واسعة كقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، يعني تحقق أو قرب، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. فيقول فيرد إشكال استعمال إذا للماضي الذي أشار إليه الشارح وجواب ما صرح به ابن هشام في مغني اللبيب كتاب من كتب اللغة أن إذا تخرج عن الاستقبال فتجيء للماضي كما جاءت إذا الاستقبال، وذلك قوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وقال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، فيحمل الحديث يعني على ذلك ما يشترطش في اللغة أن تكون إذا للماضي فقد تكون الإي للمستقبل. فنكتفي بهذا القدر، نجيب عن بعض الأسئلة. وقفنا عند باب الوتر حديث 21 بعد المئة. شخص السؤال الأول يقول شخص كان يتوضأ خطأ لا يعرف كيف ترتيب الأعضاء، هل إذا تعلم الوضوء الصحيح وكان قد لبس يعني خفا على وضوئه القديم هل يمسح على الخف أم يغسل يعني قدمه؟ يعني طبعا إذا كان هو جاهل يعني وإن كان هذا واجب على المسلم إن هو يتعلم يعني كيف يتوضأ وكيف يغتسل، المرأة تغتسل من الحيض كيف تغتسل، من أراد الحج يجب عليه أن يتعلم كيف يكون الحج، من عنده مال يتعلم فقه الزكاة، من يعني يعاني البيع والشراء والمعاملات ينبغي أن يتعلم فقه الشرع في المعاملات يعني حتى لا يقع في الربا وهو لا يدري. فهذا من العلوم الواجبة، يعني علم العقيدة وفقه العبادات الواجبة، واجب على كل مسلم أن يتعلم ذلك ويسأل أهل العلم. ولكن يعني طبعا هذا لا يمنع أن هناك عذر بالجهل، أن هو يعني قد يجهل أشياء فهو معذور يعني فيه. فإذا كان يجهل وضوء الصحيح توضأ يعني وضوء يعني ليس بصحيح فهو معذور يعني في ذلك، ولكن يجب عليه أن يتعلم يعني كيف يكون الوضوء. هل يجوز للمسلم أن يشاهد مباراة لكرة القدم في التلفاز أو أي مباراة لكرة، وهل يكون يعني إثم مشاهدة هذه المباراة، هيكون آثم لمشاهدة هذه المباراة؟ طبعا يعني هذا من إيمان تضيع الوقت، يعني يعني الوقت المسلم أغلى من ذلك، وأنه يهتم بالإضافة للبس الشرطات وكشف العورات وغير ذلك يعني من الأثام الكثيرة الموجودة، واهتمام الناس بالكرة وإعراض الناس عن الشر وعن التعلم وعن الدين وعن الوعظ. فهذا لا شك يعني بلاء عظيم تقع فيه الأمة، وأعداء الإسلام يريدون يعني من الناس أن ينشغلوا بذلك، يعني كما كان اليهود يقولون يعني في الأزمنة الماضية يعني من يقولون أنهم المصريين بيتغدوا بالكرة ويتعشوا بأم كلثوم اللي هي المغنية الهالكة. فشغل المسلمين بهذه الأشياء يعني ما فيش شك أنه هو كيف يهتم بالدين وكيف يهتم بالتعلم وكيف يهتم بقضية الإسلام ويعني كيف يعني يهيئ نفسه للجهاد في سبيل الله وبذل المهج والدماء والأرواح من أجل أن يعلو دين الله عز وجل، يعيش في وهم الكرة وفي هم الكرة. فلا شك أن هذا يعني شر مستطير، أن الأمة تهتم بهذا الاهتمام والناس تسهر حتى يعني مطلع الفجر يعني بانتصار يعني زائف يعني في لعبة يعني كرة يعني ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان.
فلا أظنه يخلو من إثم، يعني من يتفرج على الكرة أو يهتم بالكرة بهذا الاهتمام لا يخلو من إثم، والله أعلم. أخ رأى في منامه أنه سمع يعني أحدا يقرأ القرآن قراءة عذبة بصوت جميل، فسأل من الذي يقرأ، فأجابه شيخ أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني طبعا لا يستطيع أن نجزم أنه هو، يعني حتى يصف يعني من رآه يقرأ، لو رأى الذي يقرأ وصفه يعني بالوصف الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان أبيض مستنير واسع العينين، يعني أهدب الأشفار، يعني طويل رموش العينين، واسع الجبهة، ضليع الفم، ضخم الكراديس، عريض الكتفين، لحيته عظيمة، اللي يصف بالوصف الذي ورد في السنة نقول له قد رأيته، وإذا لم يتوفر وصف واحد من هذه الأوصاف نقول ما رأيته. إذا دخل رجل في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام ولكن قبل أن يقرأ الفاتحة، هل بذلك أدرك تكبيرة الإحرام؟ هو إدراك التكبير أنه يكون خلف الإمام وهو يكبر، والله أعلم. هل تجوز صلاة الإمام بالبنطال؟ يعني إذا كان واسعا يعني فلا بأس، والله أعلم، ولكن إذا كان يعني ضيقا فيكون يعني ستر العورة لم يتحقق. هل تصح القراءة بالقلب والذكر داخل الخلاء؟ نعم، المفروض المسلم يعني ما ينسى ذكر الله عز وجل، يعني أن يستشعر بقلبه وجود الله واطلاع الله وقرب الله عز وجل منه، سواء كان بالخلاء أو داخل الخلاء، ولكن لا يحرك لسانه بالذكر تنزيها لاسم الله عز وجل عن هذه الأماكن القذرة، كما لا يحمل معه شيء في ذكر الله يعني في هذه الأماكن تنزيها لاسم الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.